فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تارك الصلاة هل تحل ذبيحته وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويذكر اسم الله عند الذبح لكنه تارك للصلاة؟ إذا كان يترك الصلاة متعمدا فلا تحل، لأنه يصبح مرتدا عن دين الإسلام. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.